لكم تسجيل جاهز كيف يعمل عن طريق الموبايل. هذا الموبايل مالتي نزلت به هذا الفصل الدراسي. هذا الفصل الدراسي موجود بالجوجل بلاي، موجود بالستيريو مال الايفون، موجود بالسوق بلاي مال الايفونات، وبالحاسبه هو موجود. احنا دزينا لكم الروابط مالته كيف يتنصب، موجود ايضا انداز لكم على وحده التعليم الالكتروني. هذا مجرد ما راح اضغط على جوجل كلاس روم راح يدخل لي الى غرفه الصفوف. انتبهوا يا شلون طلعت الصفوف مالتي اخوان، طلعت المراحل والصفوف اللي اني مكونها كلها، طلعت الصفوف اللي مكونها اني كلها. هاي الصفوف اني اقدر اتصرف بيها بكيفي، واقدر اسوي اكثر من حساب واكثر من صف على الحسابات. تشوفون هاي المراحل اني اللي مسويها اللي ادرسها بالاقسام العلميه، وعدد الطلاب شلون يطلع عندي بالموبايل. كل مرحله مجرد ما راح اضغط عليها، انتبهوا وياي، بداية شلون ادخل باكثر من حساب. هنا عندي وليد ياس، هذا مال 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 التيو، وهذا عندي الجيميل العادي، هذا عندي الجيميل العادي، وهذا مال دكتور محمد لانه شويه ضعيف، انا استخدم عنه نوبات افتح له شعب او اضيف له فد ماده. هذني بمجرد ما اضغط هنا على الصوره، من اي صوره من هذن الصور راح يصير هو الادمن الرئيسي اللي تفتح الصفوف مالته. اي واحد راح ادوس عليه راح تفتح هي الصفوف مالت الايميل اللي انا فاتحه. طبعا هاي الايميلات كل ما تروح على الجيميل تفتح، تقدر تقول له استخدام يوزر جديد. يوزر جديد راح يفتح لك يوزرات. شوفوا هاي هسه انا عندي الشعب مالتي الموجوده، تفسير وعلوم القران، الحديث وعلومه، العقيده، كليه العلوم الاسلاميه، هاي وحده التعليم الالكتروني، العماده. انتبهوا هنا وياي شو راح اضيف وراح اشرح على الصف. دخلت الى كليه العلوم الاسلاميه، عماده الكليه، وحده التعليم الالكتروني. هذه بها ساحه المشاركه من اسفل، الواجب الدراسي، المستخدمون. هنا هي ساحه المشاركه اللي راح اشاركه اني والطلاب، مثلا ماده جديده، اليه عمل الاجتماع او الورشه، شلون اسوي اليه. هنا رفعت لكم فيديو كم تعليق عليها؟ عليها 5 تعليقات. هنا قبلها مادة اجتماع جديدة عليها 20 تعليق. هنا جوا كل وحدة راح يعطيك عدد التعليقات والتاريخ اللي انت رفعته به. هنا 5 تعليقات، هنا اضافة تعليق، هنا 14 تعليق، وهكذا حسب دخول الاساتذة على او الطلاب انت عندك على المحاضرة او الواجب الدراسي اللي انت راح تشرحه او المادة اللي انت راح ترفعها. انتبهوا هنا وياي راح اشرح لكم بدقه شلون دحقوا هنا الماده الدراسيه، شلون نزلت ثاني ماده محاضرات، شلون تعليق الاساتذه على كل محاضره راح يطلع عندك. راح ادخل هنايا، انتبهوا وياي على اليه العمل، الواجب الدراسي. من اضغط على الواجب الدراسي راح تطلع عندي شكو محاضره انا منزلها. شوفوا من دست على الواجب الدراسي طلعت عندي المحاضرات والبرامج اللي انا رافعها، المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه، المحاضره الثالثه عن كلاس روم. هذن اللي شرحت لكم اياهم باوربوينت، مشروحات كامل اللي يقدر يرجع عليهم بي دي اف، باوربوينت منشورات. هنايا برنامج المقابلات مال الميت اللي يريد ينزله، بس يطب يضغط عليه ويختار البريد الالكتروني مالته يقدر ينزل برنامج المقابلات. اليه عمل اجتماع او ورشه عن طريق الوبنكس يلقى هنا فيديو كامل، واحنا راح ازودكم بقناه سويناها على اليوتيوب اسمها وحده التعليم الالكتروني كليه العلوم الاسلاميه جامعه تكريت، راح ننشر عليها هاي الورش وراح ننشر عليها كل شغله تعليميه دقيقه عن 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 ما تقوم به كليه العلوم الاسلاميه، وهذا هم ان شاء الله يعني فد انجاز للكليه. راح نقوم بانشاء قنوات يوتيوب لكل قسم، كل تدريسي الى يوزر نيم والباسورد يستطيع نشر محاضراته بدقه. نريد محاضرات دقيقه لا تتجاوز ال 15 دقيقه ولا تقل عن ال 15 دقيقه، تشرح فيها المحاضره شرحا وجيزا وافيا عن طريق الكتاب او المحاضره او السلايدات الباوربوينت وتنشر. وهذه عليه برنامج دقيق اللي هسه انا راح اصور به، راح نشرح لكم عليه شرح وافي. هذه هنا اليه العمل، الواجب الدراسي. الواجب الدراسي هنا اذا تشوفونه هذه هي اللي دا تنزل عليه المحاضرات وتعليق الطلاب. ورا الواجب الدراسي هنا المستخدمون، شوفوا من اضغط على المستخدمون طلعوا لي المعلمون، وهنا اكو شاخص وهنا علامه زائد،
واكو الطلاب، وهنا علامه شاخص وعلامه زائد. هاي منها اقدر اضيف معلم ثاني، هواية من الاساتذه ما يعرف شلون يضيف معلم ثاني وياه، وخصوصا رئيس القسم ضروري ينضاف رئيس القسم حتى ينفتح يمه شعبه يتابع عليها بدقه. من هاي مجرد ما اضغط على هاي علامه الزائد، هاي هنا مقابل المعلمون، اضف علامه زائد راح يضيف وياي، راح يضيف وياي، انتبهوا، راح يضيف وياي معلم، دعوه معلمين، ركزوا وياي، دعوه معلمين، الاسم او البريد الالكتروني. الاسم ما راح يلقفى، يعني احنا ما نشتغل على اسمه، احنا وين نشتغل؟ نشتغل على بريد الكتروني. يكتب البريد الالكتروني كاملا، اذا كان مال التيو او الجيميل العادي يجوز، ويدز له دعوه للتدريس. هنا تشوفوا هسه هيدن لان ماكو بريد الكتروني، يضغط على دعوه، راح توصل التدريس مجرد ما يفتح الكلاس روم، توصل دعوه من قبل اللي دعا الى الصف مالته، ويفتح يم التدريس اللي اندعى والتدريس الرئيسي صف متكامل، نفس الصف اللي يم الاستاذ الثاني ونفس المحتويات، واثنين هم يقدرون ينشرون عليه محاضرات هم بيناتهم يتفقون. هذه عن دعوة الأشخاص، شوفوا شلون راح تطلع لكم الكيبورد وشلون تكتب بيها كاملة. هذه مسألة الدعوة، والجوها دعوة الطلاب نفس الحالة، الطالب أيضا تقدر تدعو طالب إذا واحد ما يقدر يدخل بس يسوي جيميل تكتبه وتسوي له دعوة، بس يدخل الكلاس روم تسوي له يضغط على قبول دعوة أيضا راح يشترك في غرفة الصف. هاي مسألة الأشخاص. راح ارجع الى اهم مساله، راح ارجع الى الصفحه الرئيسيه، شوفوها الواجب الدراسي المستخدمون ساحه المشاركات. عندي مساله مهمه حيل وهي الواجب الدراسي. الواجب الدراسي انا كل استخداماتي واضافاتي عن طريق الواجب الدراسي. الواجب الدراسي تبهوا وياي هنا علامه الزائد الجا تطلع جوا من اغلاط الواجب الدراسي. وياي ركزوا. تبهوا وياي ضغطت على الواجب الدراسي. شوفوا هذا الواجب الدراسي، مجرد ما ضغطت عليه تفعلت علامه الزرقاء طلع لي هنا علامه زائد بالموبايل. بالحاسبه راح تختلف، هسه راح اشرح لكم بالحاسبه. هاي طلعت علامه الزائد، من اضغط على علامه الزائد هنا راح يفتح لي الاوامر الموجوده هنا اللي انا شغلي اغلب عليها. شوفوا المهمه، سؤال، المواد، الموضوع، اعاده استخدام المشاركه. اذا فد محاضره او موضوع ما افتهموا الطلاب او ما وصلهم تقدر تسوي له اعاده مثل كانه اعاده ارسال مشاركه ويا الطلاب. انتبهوا هنا راح اشرحها وحده وحده بدقه. المهمه ما راح تشتغل هنا احنا ويانا حاليا في جامعه تكريت. جزء من واحد راح يسال يقول لي ليش هاي حل، يعني شوفوا انا دست لكم اياها اختارت لكم اياها كليه العلوم الاسلاميه عماد تكريت، كل الطلاب والعنوان والوصف ونقاط التسليم، تاريخ التسليم، الموضوع، كل شيء بي عن الاختبار، ويسوي لك كويز متكامل وتقدر تحمل بي وتقدر تسوي له مشاركه، بس مشكلته ما راح يوصل للطلاب. ليش؟ لان احنا البريد الالكتروني مالتنا ويا الاكاديميك العالميه هم راح يسوون بموقع الموقع جيميل، فهذا راح يسوي لهم مشكله. المشكله الجيميل ما راح يتوافق ويا التيو مالتنا اللي احنا مسوين عليه الكلاس روم. اكو حل؟ اكو حل ان شاء الله راح تشوفونه من باقي الاوامر. هنا ما راح تفيدنا هاي حاليا، اللي يشتغل على الجيميل تفيده، اللي عنده جيميل ويشتغل به صفوف تفيده افاده عاليه جدا، بس اللي يشتغل تيو ما راح تفيده، ما راح تخدمه، هذه راح تسوي عنده مشاكل كثيره بالامتحانات. انتبهوا هنا راح ارجع، رجعت على الواجب على المهام مال الواجب الدراسي، طلع لي هنا بالفقره الثانيه سؤال، هذه اللي راح نشتغل عليها شغل واسع. هذا السؤال تكتب هذا اللي احنا هسه دريده، شنو نريده؟ نريد الطلاب يقرون المحاضرات ويتابعونها، لازم توجه له في السؤال. السؤال دائما اللي توجه له اياه سؤال اوبن بوك، سؤال اوبن بوك اي سؤال مفتوح للقراءه حتى يطلع، مو الا شرط بالمحاضره، يروح يطلع بالكتب، يروح يقرا هو، فانت كل واحد هذا هو يتفنن الاستاذ في القاء السؤال اللي يخلي الطالب يقرا. حسب مرحلة الطالب، حسب مستوى الطالب، دراسات عليا الدكتوراه تختلف، ماجستير يختلف، الرابع يختلف، وهكذا تنازلا الى المرحلة الأولى. فأوجه لهم سؤالاني مثلا بالنحو أو بالبلاغة، أقول لهم مثلا ما هو حدود فهمك لمادة لعلم البلاغة بحسب ما قرأت في المحاضرة التي أنزلتها لك في كلاس روم أو المحاضرة الأولى. فما راح يقدر هو راح يقوم كوبي وبيست يجيب لي، هو راح
يضطر انه يروح يقرا ويتابع حتى يجاوبني بدقه. راح اكتب هنا السؤال، وهنا تعليمات الاختبار موجوده، وهنا النقاط والدرجات، وهذا مشروح ايضا هو على مقطع يوتيوب راح نرفع لكم اياه بدقه. هذا راح اخليه للاختبارات، بس راح اشوفكم ان هنا اكو درجات، شوفوها انا وياي بدقه، اكو نقاط تشوفون نقاط وتاريخ تسليم وموضوع، ليس هناك موضوع اجابات قصيره تريدون اجابات قصيره او تريدون هاي اجابات قصيره او خيارات متعدده. زين، هذا بخصوص السؤال، وهذا طبعا عندنا احنا ورشه كامله راح نسوي بس على الاختبارات، فلا تدخلون بها حاليا، ما راح اتوسع لكم بها، وعن طريق الموبايل شويه بها صعوبه بالنسبه لكثير من التدريسين، فراح نوافيها شرحا كامل عن طريق الحاسبه، وهسه هم راح اشرح لكم عليها بالحاسبه، فلا تستعجلون عليها، هسه ان شاء الله راح اوضح لكم اياها توضيح دقيق. هذا بالنسبه للسؤال. انتبهوا هنا وياي اخواني، هاي هنا بالنسبه كيفيه انزال المحاضره او الماده. وين بقت عندي؟ بقت عندي مساله المواد، الماده الدراسيه. ايضا ارجع الى الواجب الدراسي واضغط على المواد، راح تطلع لي كل الملفات اللي انا اريد انزلها او الاختبار. شوفوا هنا راح تطلع عندي شكو ملف بالموبايل راح يطلع. فهذا الملف مال الواجب الدراسي اللي تشوفونه هاي ورا ما اوجهناه، شوفوا وياي بدقه الواجب الدراسي المهام، راح يقول لي شنو عنوان الماده راح تنزلها. اكتب المحاضره الاولى، الوصف مالها ماده البلاغه او النحو، او حسب، واحد يكتب العقيده، واحد يكتب التفسير، واختار ملف هنا، راح اختار الملف. شوفوا هذا هنا الملف، اضغط على ملف هنا، شوفوا وياي راح يطلع لي، يضيف لي المحاضرات، يحمل لي المحاضره. راح هنا شوفوا ارجع اقدر ادخل الى اي مرحله من هذه المراحل اللي اريدها. نفس الحاسبه راح تكمل نفس الحاسبه الشغل على الحاسبه. هذا بالنسبة للموبايل بشيء موجز أو يعني شيء بسيط، هذا بالنسبة للموبايل نفسه هو راح يطلع بالحاسبة، راح أعيد لكم إياه هسه حاليا، راح أشرح لكم على الشاشة وراح تكون أوضح، لأن الموبايل التصوير مال الشاشة صغير. راح أدخل لكم من هنا، ندخل شلون من البداية، شلون أدخل على جلاس روم، أذهب أعيد إلى برنامج جوجل كروم. أنا حاليا أقدر أنزل على الحاسبة، ما راح أشتغل شغل بدائي، كأنه أنا من الصفر ما أعرف كل شيء. جوجل كروم أدخل عن طريقه هنا، أدخل البريد الإلكتروني مالتي، شوفوا هنا الجيميل، أضغط على الجيميل، إذا ما كان داخل الحساب مالتك راح يطلع هنا جيميل. شوفوا هسه فتح الجيميل مالتي، لأن أنا داخل مسبقا حتى لا اتاخر بهاي، لان هاي اتوقع عند الكل معروف وما الدخول على الجيميل. من تدخل بالجيميل، اذا انت فاتح اكثر من حساب طبعا هم راح يسوي لك فد مشكله الحسابات، لانه الحسابات الكثيره. انا اريد ادخل بالتيو، شوفوا منا على هاي الصوره مالتي دخلت هسه بالتيو، واداره الحساب منا، اضافه حساب اخر، اقدر اضيف حسابات متعدده ايضا بالموبايل، وانا هسه ضايف اكثر من حساب. من ادخل هنا وصير هنا الصوره مالتي مالت الحساب التيو، اجي اكتب هنا بمربع البحث جلاس روم، احول عربي لانجليزي، انتبهوا وياي جلاس روم. شوف لي انا كاتبه مسبقا قبل طلعت عندي، مجرد ما راح اختار جلاس روم ايش راح يفتح لي؟ يفتح لي هاي الصفحه اداره التدريس والتعليم، تقدر تنزله من هاي. نعم دكتور ايمن، البعض الصوت ما يوصلهم، بس خلينا نشوف البقيه. دكتور ايمان مو صوتي، صوت هم، لان الانترنت يمهم ضعيف. تمام، بس خلينا نشوف دكتور انس بالله افتح المايك. دكتور ايمان خلي يطلعون يغادرون وبعدين يرجعون، لان انا نفس الشيء سويت. تمام، مشكله يمه دكتوره.
المشكله يم التدريسي. الصوت جدا واضح. اي هسه واضح لان انا غادرت ورجعت. واضح واضح. انتبهوا اخواني، اداره التدريس والتعليم منا اللي يريد ينزله على الشاشه يقدر منا ينزله على الشاشه مالته وما يحتاج بعد يدخل هذا المدخل، مجرد ما يضغط على جوجل كلاس روم راح يقدر ينزل. شوفوا هنا، هنا منا راح ادزلكم بعدين الروابط مال الكلاس روم وتقدر تنزل البرنامج بكل بساطه ويطلع عندك بالشاشه، تقدر تحمله منا. شوفوا تقدر تحملونه وتسوي له مشاركه، تدز الرابط لاي واحد اذا عندك الواتساب نازل عن الحاسب. راح ادخل دخول بدائي كانه طالب حتى يستفادون الطلاب مالتنا من يشوفون الفيديو، او كاي تدريسي ما يعرف الدخول. اداره التدريس والتعليم، دخل لي الى اداره التدريس والتعليم باستخدام كلاس روم. الانتقال الى التطبيق، الانتقال الى التطبيق. شلون انتقل الى التطبيق؟ الضغط على انتقال الى التطبيق. دخلت الى غرفه الكلاس روم، انتقلت الى غرفه كلاس روم. انتظر قليلا راح تفتح عندي كل الشعب وصفوف. تبون اشوف شلون فتحت عندي كل صفوف التعليم الالكتروني، المراحل، شلون اقدر اسيطر عدد الطلاب عندي، الرموز كلها تطلع عندي بكل شعبه من هذه الشعب. تشوفون شلون طلعت عندي. افترض انه واحد توه دخل يريد ينضم، اذا اراد طالب ينضم او التدريسي اراد ان ينشئ صف، وين يروح؟ يفتح راح ما يلقى كل شيء، بس البريد الالكتروني مالته هنا يعرض وغرفه صف واكو سهم هنا. يضغط على هذه الزائد، هذه الزائد بها إعازيا، الإعاز الاول الانضمام الى صف، وهذا يخص الطلاب. من اضغط عليه الرموز اللي يزودونهم به الاساتذه، شوفوا هنا يدخل الرمز يصير عند صف كامل بالماده والمرحله مالته، هو مدرس الماده. هذا بالنسبه للطلاب. الاستاذ شو يسوي؟ الاستاذ يروح على انشاء صف، والغالب منكم هاي انشا الصفوف وان شاء الله عنده سهله، بس اللي تو بادي ويانا ينشئ الصفوف منها، يضغط على انشاء صف ويكتب المعلومات كامله، المرحله الاولى او المرحله الثانيه، ماجستير، دكتوراه، القسم مالته، الموضوع نفسه هنا مثلا الماده مالته شنو، يعني نحو، بلاغه، كذا، يكتبها كامله. وهنا يكتبها همين ويا القسم حتى تظهر امام شو اسمه. وهنا الغرفه يكتب، احنا اذا اكو شعبه يكتب الف او باء، واذا ماكو شعب يكتب يعني المرحله الاولى او المرحله الثانيه نفسها، يعيدها ماكو اي مشكال. وهنا يضغط على انشاء، هنا يضغط على راح ينشئ عنده صف متكامل عندنا. هذا بالنسبه لانشاء الصفوف، جهزنا الصفوف وانشانا الصفوف، انطينا الرموز للطلاب، دخلوا الطلاب. شلون راح ادير الصف عن طريق كلاس روم؟ انتبهوا وياي هنا، راح تشوفون افتح الصف بنقرتين على التايتل بار مال الصف اللي كوناه. هذا الصف مالتنا وحده التعليم الالكتروني اللي هي بكليه العلوم الاسلاميه اللي مشتركين به تقريبا 65 استاذ. الرمز مالته هذا الرمز، تنقر هنا حتى يطلع الرمز BFXYGLA. اللي يريد يشترك من جديد ما مشترك سابقا يقدر يدخل هذا الرمز بالانضمام اللي تونا فتحناه، ينضم الى غرفة كلاس روم. راح ننشر عليها كثير من المواد الدراسية، ويقدر يعني كيف هو هاي يعني حاليا راح نسويها كلها على اليوتيوبات. بداية كنا نشتغل هذا الشغل، بس الانترنت، لضعف الانترنت لازم نلقى بدائل. هنا فتحت عندي الصف، ساحة المشاركات اللي راح تعرض للتدريسي وتعرض المن للطالب. تعليقات، شو تنزل يعلق عليك الطالب؟ خمس تعليقات للصف. شوفوا هنا معلقين على علقوا على المادة الدراسية اللي أنا نزلتها، مثلا دكتور محمد مصلح علق ممتاز، عمل موفق، دكتور عطية بوريك جهود دكتور وليد المحترم، كذا، وأنا درد عليهم وفيكم بارك الله أستاذنا الأفاضل، وهكذا راح تعرف تعليقات الأساتذة. وكذلك من راح يعلق لك راح يطلع عندك بالبريد الإلكتروني مالتك التيو، يوصلك تعليق الطالب، راح يوصلك تعليق الطالب. هنا تشوفون هنا هاي على المحاضره الاخيره اللي نشرناها مال ماده الاجتماع، ماده الفيديو. هنا هاي فقط ساحه المشاركات، راح تعرض كل التعليقات وكل شيء تنشره انت من ماده، من سؤال، من واجبات، راح تطلع هنا بساحه المشاركات. انت والطلاب راح تشوفونها. شوفوا هنا تم نشر ماده جديده من قبل وليد ياسفضر، اليه عمل الاجتماع او الورشه. طلعت كامله من اختياريات ساحه المشاركات.
هذه بديهيات يعني، هي هذه من تطي مشاركة، راح نشوف شلون راح نشرح المادة أو المشاركة أو الملاحظة. هنا راح نذهب إلى الواجب الدراسي، رجعنا مثل ما بالموبايل، هنا طلع لي أوضح، طلع لي إنشاء وعلامة زائد، علامة زائد وإنشاء. هذه الإنشاء من راح أضغط عليها راح تطلع نفس الشيء، بس هنا راح تطلع بدقة أكثر التكليف، مهمة الاختبار اللي هناك كانت مهمة، توجيه الأسئلة اللي هناك كانت سؤال، هنا المواد نفسها، إعادة استخدام المشاركة، والموضوع هذني نفس ما بالموبايل. هنا تكليف بالواجبات للطلاب، التكليف شوفوا هنا راح أكلف الطلاب أني بأي واجب أريده. شوفوا هنا عنوان أخلي لهم للواجب، وهنا أنزلهم محاضرة مثلا، واحد مثلا أقولهم مثل شجر لي مثلا في النحو، أقولهم شجر لي الكلام وما يتألف منه. من راح أسوي؟ وهنا الموضوع راح أقول لهم التعليقات، راح أقول لهم مادة النحو. هنا إذا أريد أضيف لهم أي صورة أو أي تشجير أقول لهم مثل هذا أو كذا، منها راح عندي إضافة، ومنها عندي أيضا إنشاء، أقدر منها أضيف لهم أي إضافة أريد أضيفها، أي إضافة أريد أضيفها من هنا راح يطلع لي أيضا، تريدها من جوجل درايف أنت حافظها، تريدها من رابط يوتيوب تحط لهم، تريد ملف، هاي بكيف الأستاذ يحملها من أي وحدة من هاي من اليوتيوب مباشرة، يضيف لهم رابط هم يشوفونه بكيف الأستاذ. هنا شوفوا هنا نهايته، هنا حيل مهم وياي، هذا هنا، هذا هنا المسألة حيل مهمة. هذا بالنسبة للتكليف. ورا ما تكمل شو تضغط؟ تضغط على تعيين. شوفوا من ضغطت على تعيين، من ضغطت على تعيين راح أرجع إلى ساحة المشاركات، إلى ساحة المشاركات أشوفه. شوفوا تم نشر مهمة دراسية جديدة من قبل وليد ياس خضر، شجر لي الكلام وما يتألف منه. تابوا هنا وياي، هذا من اللي تابوا هنا وياي، حاليا احنا فقط اشتغلنا على، راح نرجع على إنشاء مهمة للاختبار، هاي اللي تونا شرحناها هناك. هذه طبعا شيء يعني أروع من الروعة، بس احنا نتقاطع وياه بمشكلة دقيقة حيل، أنه إحنا نشتغل على التيو وهم يشتغلون جيميل الطلاب مالتنا، فهذا المشكلة أنه راح كثير من الطلاب ينحجبون بسبب التيو، إلا أنت تظل واحد واحد تسوي له إدخال، شلون ما الميت يمكن ست إيمان أو اللي سووا مشاركة إلا هو ينطي موافق. دكتور محمود دخلناك بس اعذرنا، اغلق المايكروفون والشاشه متاخر حيل، جزاك الله خير. الا هو ينطي موافقه حتى يشوفه، هذا متعب ويا الطلاب اذا واحد عنده 50 60 طالب واحد واحد يدخلهم. فهذه راح، هذه مهمه الاختبار راح نتجاوزها. شوفوا هسه هنا من راح، هذه مهمة الاختبار، هاي مهمة الاختبار أشرت لكم إياها. هذه حل مهمة بالنسبة للطلاب، بس ما تفيدنا حاليا بالعمل مالنا، راح أدخلكم عليها حتى تشوفون. فتحت لي صفحة أيضا هنا، تحقوا إنشاء، قال لي بساعة بلانك كويز، بس احط هنا عنوان مادة النحو، هنا مادة النحو، وابدي هنا الموضوع مثلا راح مثلا الاسماء الستة، الامتحان مثلا عندنا بالاسماء الستة او بالمعربات او المبنيات او غير، كل واحد باختصاصه. مجرد ما اضغط على بلانك كويز راح يفتح لي قوالب جاهزة كاملة مكملة. هذه القوالب راح يفتح لك اياها، شوفوا يفتح لكم قوالب بيها تخلي وصف كامل للنموذج، هنا راح تخلي الامتحان، هنا راح تفتح الاسم، وهذا راح نشرح عليه هذا سابق لاوانه،
راح اشرح لكم اياه بالاختبارات شرح دقيق كامل ان شاء الله وشامل، ما راح استبق لكم الاحداث واشرح لكم اياه هسه حاليا. اخوان اللي دخلتهم اخر شيء خلي يغلقون المايكروفونات، جزاكم الله خير. نرجع، راح نرجع الى الواجب الدراسي، راح نرجع الى الواجب الدراسي. هنا نرجع على انشاء اللي عندنا احنا هسه، المهمه اللي راح تفيدنا هي نرجع عليها توجيه الاسئله اللي حاليا احنا نقدر نشتغل عليها ونتلافى مشاكل التيو والجيميل. هذا توجيه سؤال هو هنا منا تخليه اوبن بوك، وتقدر اضافه الى هذا توجيه السؤال ايضا تمتحنا هنا اجابات عندك. هنا شوفوا هنا صارت اجابات قصيره لو خيارات متعدده، من تختارها يطلع لك خيارات متعدده الف وباء وجيم، ومن اجابات قصيره لا مباشره. هاي هم راح اجلها الى يوم الاختبار، راح اشرح لكم اياها شرح وافي، ومن ناية راح نقدر نسوي بيها نفس ذاك النموذج من نماذج، راح يفتح لنا كويز كامل ايضا يوديك على النماذج. هاي دكتور مهند اتوقع اجراها ونجح بها نجاح بارع، يعني دخل عليها ونجح بها نجاح ويا الماجستير، يعني نجاح حيل قوي. وان شاء الله الايام القابله راح كل الدكاتره يتوصلون الى هذا التوصل ان شاء الله، بعد ما نشرح هاي ماده الاختبار وشون انه الطالب راح نوزع الاسئله عشوائيه، واحد يوصل السؤال الخامس، واحد يوصل السؤال الثاني، واحد يوصل السؤال الثالث، واحد يوصل السؤال الرابع. اخوان طفي المايكروفون رجاء، اليمة جهال ما اعرف هذا منو دخلناه الا نخرج من الشاشه. فهذا راح يفتح لك نموذج نفس ذاك النموذج وحللنا الاشكاليه بذيك المساله، هاي عن طريق السؤال، شوفوا عن طريق السؤال، وهاي راح نشرحها شرح كامل عن طريق الاختبارات او طريقة اجراء الاختبارات الالكترونية. هنا راح نرجع اخوان الى الواجب الدراسي لحد الان احنا فيه، ونرجع على المسألة المهمة الدقيقة حيل، شلون نرفع المحاضرة، العنوان، الوصف، وهنا عندي انشاء واضافة. العنوان راح اكتب به المحاضرة الاولى، هذا اخوان هنا ركزوا وياي بدقة، هاي مشكلة عند كثير من الأساتذة، المحاضرة الأولى مادة النحو. شوف اخوان هنا الوصف شخلي مادة النحو، واحد يخلي مادة عربية عامة، واحد يخلي مادة صرف، واحد يخلي مادة تفسير، واحد يخلي مادة حديث، واحد يخلي آيات الأحكام، كل واحد حسب اختصاصه اخوان، كل واحد حسب اختصاصه. هسه حاليا بس عنوان المحاضره ووصفها، شلون راح اضيفها للمحاضره؟ اضغط على اضافه. جوجل درايف والرابط راح نشرح لكم اياه شرح دقيق، هذا جوجل درايف كانه هارد موجود على الجوجل، يعني على الانترنت، نزل به الفيديوهات المحاضرات مالتك تنحفظ به. الملفات هذا واليوتيوب انتم تعرفونه، ورابط هذا مجرد رابط الكتروني. هنا احنا الشغل مالنا على هذا الملف، خليني اشرح أنا بمجرد ما أشوفه راح أضغط عليه، ضغطت على الملف طلع لي واجهة، شوفوا طلع لي واجهة، إيش قال لي؟ قال لي اختيار ملف من جهازك، وهنا عندي تحميل وهنا عندي إلغاء. اختيار ملف من جهازك، اختيار ملف من جهازك، شوفوا عرض لي الحاسبة كلها، وين أنا حاط؟ شوفوا وين حاط ملفات أنا؟ كلها راح أقدر أعرضها. وين حاط المحاضرات؟ أقدر أرفعها سواء فيديو أو مجرد شو اسمه. فهنا مثلا أنا عندي محاضرة مال فيديو، راح أقول لها أوبن، شوفوا شلون تحملت المحاضرة، وقال لي هاي المحاضرة MP4 يعني فيديو، تريد تحملها مجرد ما أضغط هنا أنا على تحميل راح يحمل لي إياها. شوفوا منها دكتور. نعم نعم دكتور، هاي الدوائر الحمر شوية مشوشة على الشاشة، لو تشيلها. خوش ان شاء الله. مهمة، من يكمل تحميل راح اضغط هنا على مشاركة، إذا ما ضغطت على مشاركة
راح يخلي لي اياها بالمسود، راح الغي هذه وراح اما اعيد لكم اياها حتى اخاف واحد ما صارت عنده واضحه. على اضافه ملف، شوفوا منها اختيار ملف، راح احملكم ملف وورد، احملكم ملف وورد مثلا اخبار تعليمه اوبن، اذا المحاضره وورد، او شوفوا هنا طلعت لي دوكيومنت، اذا ملف مال، اذا الملف مال باوربوينت طلع لك بي بي تي اكس يعني باوربوينت. شوفوا هنا مجرد ما اضغط تحميل شوفوا السرعه مالته راح يحمل مباشره، اتحملت قال لي اخبار تعليمه حاليا جاهزه للنشر. انتبهوا هنا وياي، هاي الدائره اللي تشوفونها مشاركه وهنا حفظ، اذا ما شاركتها راح تنحفظ بالمسودات، يقول ايش وقت ما تريد انشرها على راحتك. هنا كل الطلاب كليه العلوم الاسلاميه، ليس هناك موضوع، اخلي موضوع دقيق اذا اريد بكيفي، وهنا كل المعلومات عندي، اريد الغيها الغيها، مجرد ما راح اسوي لها مشاركه مباشره راح تظهر، وين؟ راح تظهر بساحه المشاركات. شوفوا مادة النحو المحاضرة الأولى، المحاضرة الأولى وأنا نشرت بها هيك خبر مال وورد بس حتى أشوفكم، أقدر أحذفها؟ انتبهوا على هاي الثلاث نقاط، أقدر أحذفها ببساطة أقول لها حذف قبل ما واحد يشوفها ويشارك وياها، أقدر منها أتحكم بيها. هذه بالنسبة لمادة النحو، صارت حاليا مسودة، صارت حاليا مسودة، حذف حتى المسودة راح يحذف لي إياها نهائيا. شوفوا راحت، بقى بس مال رجع على شجر لي الكلام وما يتالف منه. هنا الاشخاص مساله حيل مهمه وتفيد رؤساء الاقسام وياهم اساتذتهم دقه. تبوا هنا وياي، هاي هنا من اضغط على هذا المعلمون هنا عندي هسه ولي دياس، اريد اي واحد اضيفه شلون كانما اسوي مشرف وياي على الواتساب، مشرف اول وثاني وثالث نفس الحاله، بس هنا عن طريق البريد الالكتروني اكتب اي بريد الكتروني واضغط على دعوه. هنا شوفوها اللي هناك اشرت لكم اياها طلاب، كذلك بالنسبه لدعوه الطلاب هنا راح نضغط على الغاء، كذلك الطالب اذا ما يقدر يدخل يسوي جيميل هو، وادخل الجيميل مالته واقول له دعوه، بس يفتح كلاس روم يلقى دعوه الى 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 صف، بس يضغط عليها راح يدخل الى الصف. هنا كثير من الاجراءات اكو ويا الطلاب، شوفوا هنا عندي كثير من الطلاب يدخل اسميا، يدخل يعني بجيميل ما اعرفه، اريد اسوي وياه اجراء اقدر احذفه بكل سهوله. شوفوا هنا هاي الطلاب اللي عندي، هنا عندك اجراءات تشوفون هاي اجراءات، مجرد ما اضغط عليها راح تتفعل عندي الاجراءات، من ادوس عليها عندي اقدر اي واحد اريد ازيله اقدر ازيله، اقدر ارتبهم ابجديين من يعني من الف الى باء، بكيفي اقدر اتحكم هنا بالطلاب. تجاهل ارسال رساله الكترونيه لواحد منهم محدد، فكلهم دي يتاشرون يمي، اقدر بكيفي ازيل اي واحد، ادز رساله خاصه لاي واحد من عندهم، واقدر اتجاهل اي واحد منهم اذا واحد مشاكس او دي يسوي شوشره بالصف اقدر اتجاهله واتلافى تعليقاته وكل ما متعلق به. هنا عندنا اخر شيء الدرجات للطلاب، شوفوا هنا شلون فتح لي سجل كامل بالطلاب، فتح لي سجل كامل بالطلاب، وشلون انا اريد اعطيهم شلون امتحنهم وش قد تطلع الدرجه من 100 اللي تشوفون، لان هنا ما عندنا احنا هنا كلها اساتذه. شوفوا كل واحد راح خلي نشوف هنا كان سويت امتحان، هسه راح ارجع لكم على غير غرفه ويا الطلاب مرحله ثانيه ونشوف الامتحان ويا الطلاب بكل سهوله ومرونه. شوفوا هنا الترتيب بحسب الاسم الاول، بحسب اسم العائله، كيفك انت ترتبها. هذه مساله حيل مهمه مال الدرجات، راح ارجع لكم على مساله مهمه اذا شلون ندخل منها على ادوات جوجل. شوفوا منها هذه ادوات جوجل، وهذه راح طبعا اتركها غدا، دكتوره ايمان راح تشرح لكم هي برنامج الميت منها من ادوات جوجل. فأنا ما راح اتطرق هذا هنا الا تفتح الصف طبعا اللي هي راح تدخل بي مثلا وحده التعليم الالكتروني، تفتح ميت وياها اللي يريد يفتح من الحاسبه راح تشرح لكم اياها ان شاء الله شرح وافي. من الجيميل مالتك والحسابات المستندات، هنا مساله حيل مهمه اللي هو الدرايفر. هنا انت كل محاضره تنزلها او تصورها تقدر قبل وين تحولها؟ بالدرايفر، هذا جوجل درايفر كانه هارد او رام موجود
على الجوجل على موقع الانترنت، تحط بها حتى اذا تريد تحط اخبارتك، تحط محاضراتك، يوتيوباتك، تسجيلاتك، كلها تقدر هنا تحفظها على الدرايف. وراح نشرح لكم اياها شرح كامل شلون تدخل وتحفظ على الدرايف. هاي مناية الضبط، اعاده ضبط الغرفه او الصف. تشوفون من اضغط عليه تفاصيل الصف، شريد اغير بالصف، من ادوس على هاي الاداه مالت الضبط تطلع لي من جديد الصف كله، اعدادات الصف شريد ابدل بيه. شوفوا كليه العلوم الاسلاميه، وصف الصف، عماده الكليه، وحده التعليم الالكتروني، الاساتذه، الغرفه مالت الاساتذه، دورات تعليميه. شوفوا انا كل شيء اقدر ابدل. راح ارجع لكم حتى بس اشوفكم الدرجات شلون تطلع عند الطلاب. راح نخرج، اخرج من هذا الصف وارجع الى الصفوف الاخرى، ارجع منها من عن طريق هذا السهم اقدر. شوفوا انا راح كل ما ارجع راح يرجعني على الشغل مالتي، او قبل اقدر منها عماده الكليه وادخل على الصفوف اللي انا اريدها. من هنا راح ادخل على المرحله الثانيه ماده بلاغه الحديث. شوفوا شلون قبل تحولت على المرحله من هاي الثلاث خطوط، حولت على ماده البلاغه. هنا راح يطلعون عندي، راح يطلعون عندي الطلاب اللي دخلوا وياي في غرفه الصف. شوفوا هنا الاشخاص. نعم دكتوره. دكتور بلا زحمه اشرح كيفيه تحديد مظهر الصف. حاضر، سهله هسه ان شاء الله راح اشرحها. ان شاء الله هسه هسه ان شاء الله دكتوره. هذا هنا طلع عنده، شوفوا الطلاب اللي دخلوا واشتركوا وياي، هنا المعلمون طلع اسمي صورتي. شوفوا هنا هذول الطلاب. من تجري اي اختبار للطلاب وين راح تطلع هنا درجاتهم؟ المفروض بكل اختبار راح تطلع درجاتهم محمله كامله. شوفوا هسه هذول الطلاب، شوفوا اللي وجهت لهم السؤال من خمسه، شوفوا شلون طلعت مفقود من خمسه. شوفوا هذا مثل انا منطي ثلاثه متوسط، دحقوا راح اللي عنده درجه. شوفون دشفون شلون تطلع درجاته، أربعة من خمسة، ثلاثة اثنين، تشوفون وياي. واللي ما جاوب حاليا بعده لحد الآن مفقود ما ديرد عليه، اللي رد وجاوب أنا صححت له وانطيته درجة وطلعت درجات كاملة. تشوفون هذا آلية الدرجات، وتعرف درجات الطلاب وتقدر تسحبها قاعدة بيانات. إن شاء الله هم نوضح لكم إياها بآلية الامتحان. نرجع على مسألة مهمة نبهتنا عليها دكتور إيمان كان نسيناها، على مظهر الصف. على مظهر الصف شلون اقدر ابدله بكيفي؟ هاي من افتح منها عندي كل المراحل كلهن اقدر اتحكم بهن بكيفي. مثلا المرحله الثانيه ماده الحديث، شوفوا هنا انتبهوا هنا ويا اخواني، هذا المظهر مال الصف تشوفون هنا تحديد مظهر وتحميل صوره هنا وياي. هاي المرحله الثانيه الحديث وعلوم بلاغه الحديث النبوي الشريف، رمز الفصل، هذا الرمز نفسه اللي دزل الطلاب حتى تشوفون نرجع ناكد عليه، مهم حيل عندنا ويانا. تحديد مظهر للصف، من ناية ابدل هاي الصوره بكيفي، كل يومية اقدر ابدل هالشكل. اقدر على تحديد مظهر واختار صوره، شوف اني وين مخزونه هذه، هاي مالات الجلاس روم اللي هو حاط لك اياها الجوجل، المظاهر هذني الموجوده بالجوجل مباشره يعني. شوفوا اي صوره راح اختارها واقول له اختيار مظهر للصف راح يبدلها مباشره. شوفوا شلون حملها بدل مظهر الصف. او تحميل صوره اني عندي خاصه، مثل واحد محمل فد للعلم الحديث حاط فد مكتبه مال صحيح البخاري وصحيح مسلم، واحد بالعقيده حاط كتب العقائد، واحد بالتفسير حاط كتب التفسير، راح اختار صوره من جهازك انت تحدد في الصوره من الجهاز مالتك. شوفوا شلون طلعت لي، طلعت لي الصور من الجهاز، واقدر اختار اي صوره اني اريدها. انا حاليا ما عندي صوره هنا منزل على الحاسبه، بس انت تختار اي صوره وتقولها تحميل، واختيار منها نفس الحاله تقولها اختيار مظهر للصف. مثلا خل اشوف يمكن عندي مال عماده الكليه اقدر ابدل لكم اياها، بس هي نوباتي لازم الا تتحكم هنا المشكله، لازم شويه مرونه. هاي عماده الكليه اقولها اوبن، راح يحمل لي اياها. شوفوا حمل لي الصوره مال عماده الكليه اختيار مظهر، راح يريدها بحجم محدد، اتوقع 800 في 600 او هيك فد بكسل. شوفوا هنا راح ينطيني يقول لي الاختصاص هذه الصوره اسحب المنطقه. شوفوا راح اقدر اتحكم بها، منطيني بس بالابعاد ما منطيني، راح اقصها لحد هنا واختيار مظهر للصف. انتظر شويه. اشتبهتوا وياي دكتور ايمان؟ واضحه ان شاء الله.
هذا إذا ردت صورة صارت كلية العلوم الإسلامية جامعة تكريت وطلع الشعار مال الكلية وبدلنا مظهر الفصل الدراسي. وبهذا ننهي إن شاء الله المحاضرة وجزاكم الله خير ولنا معكم بقية إن شاء الله نكمل فيها كيف نبعث الرابط مال القنوات على اليوتيوب. هذا راح تكمله وياكم دكتورة إيمان وراح تشرح لكم برنامج الميت أيضا على الكلاس روم، وأنا راح أكمل وياكم شلون نسجل المحاضرة وشلون نرفعها إحنا فيديويا وشلون نختبر الطلاب اختبارات دقيقة بدون أي غش وأي نقل وأي كوبي بيست ماكو وخيارات دقيقة إن شاء الله في الأيام القابلة. وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله بكم على حسن الإصغاء واعذروا. بارك الله.